أعلن التحالف العربي إحباط محاولة تهريب أسلحة إيرانية إلى اليمن، وقال بيان للتحالف إنه تم ضبط سفينة صيد إيرانية عليها 14 إيرانيا ومحملة بالأسلحة جنوبي صلالة في بحر العرب، وكان من ضمن الأسلحة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة توجيه نيران. وينضم إلينا من الرياض مستشار وزير الدفاع السعودي العميد أحمد عسيري. حضرة العميد، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. لو تضعنا في تفاصيل هذه العملية ومتى حدثت بالفعل؟ أهلا وسهلا أحمد، ومسي عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا تقريركم على معظم المعلومات وأصبحت الآن معروفة للجميع. المهم في الأمر هو ليس معلومات العملية بقدر ما هو الهدف من العملية وتوقيتها. طبعا تذكر أخي أن هذا الوقت كان هو وقت عيد الأضحى المبارك، وهو وقت عودة الحكومة اليمنية الشرعية إلى اليمن، وظهور علامات مبشرة للشعب اليمني بإعادة الأمن والاستقرار اليمن. تأبى الحكومة الإيرانية إلا أن تستمر في أعمالها العبثية داخل اليمن وتعكير صفو المواطن اليمني والاستمرار في دعم من يقتل المواطن اليمني. هذا التوقيت بالنسبة لنا واضح أنه الهدف منه هو إعادة صب الزيت على النار لإشعال الوضع داخل اليمن، لأنه استقرار اليمن وعودة الحكومة اليمنية وعودة الرئيس الشرعي لليمن بالنسبة لهم يعتبر خسارة كثيرة وكبيرة لكثير من الجهود التي بذلوها لتدمير اليمن وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. كاد التحالف قامت بواجبها في هذا الجانب، وتم التعامل مع الموقف بما تقتضيه هذه الحالة. ولعلكم تلاحظون من خلال الصور والوثائق التي نشرت أنه لم نعد نسمع عن أعمال إغاثية كما كانت إيران تدعي في بداية العمليات من خلال إرسال السفن وإرسال الطائرات بشكل لا مسؤول وعبثي. الآن أصبحت الإغاثة بالنسبة للشعب اليمني هي عبارة عن أسلحة مضادة للدروع وقذائف ووسائل عسكرية، ولا نرى في ذلك إلا محاولة لإنقاذ مشروعهم الفاشل داخل اليمن. وأنتم تلاحظون والله الحمد من النتائج الإيجابية على الأرض، نتائج مبشرة للشعب اليمني. أمس حسمت معركة مارب، كما حسمت قبلها الأوضاع في كثير من المناطق، وستستمر إن شاء الله في التحالف بالقيام بواجبها سواء في الحصار في الحظر البحري أو الجوي أو البري حتى تتحقق الاستقرار والأمن إن شاء الله لليمن. حضرة العميد، نفهم أن هذا الإيقاف وهذا الإحباط كان نتيجة جهد استخباراتي كبير. طبعا بشكل أخي احنا نقوم بواجبنا في هذا الجانب منذ بدء العمليات عاصفة الحزم ومرورا برعاية الأمل. وسبق أن أعلننا في كذا مناسبة أنه لن يسمح لإيران أو لغيرها بإمداد الميليشيات الحوثية بهذا النوع من الإمدادات. كذلك تعلم أخي أنه القرار 2216 يمنع مثل هذه الأعمال، وتعتبر الدول المنتهكة لمثل هذا القرار منتهكة للقانون الدولي وضد الشرعية الدولية. ولكن هذه تصرفات إيران وهذا ما تعودنا وتوقعنا، ولذلك عملياتنا الاستخبارية والبحرية في مجال الحظر البحري مستمرة، ولن يسمح لهم بإعادة مثل هذه الأعمال، ولن يسمح لهم أو لغيرهم بإمداد الميليشيات الحوثية والاستمرار في قتل المواطن اليمني. طيب، كيف تعاملتم مع طاقم السفينة وأين تم توجيهها؟ طبعا هذه الإجراءات إجراءات أمنية متعارف عليها بين الدول التي تنفذ الحظر البحري وبين الدول التي تنفذ عمليات مكافحة التهريب والقرقنة. هذه إجراءات أمنية تتم بين الدول المشاركة في هذه العمليات، فلا نود الإشارة لها من قريب أو من بعيد. الهدف في الموضوع هو أنه مثل هذه الأعمال لن يسمح بها. طيب، كيف سيرد التحالف خصوصا وأنها ليست المرة الأولى للمحاولات الإيرانية؟ نحن ردنا سيكون على الأرض من خلال إعادة الأمن والاستقرار وتثبيت الحكومة الشرعية في اليمن وإعادة الحياة الوضع الطبيعي وإيصال المواد الإغاثية للمواطن اليمني وإعادة الأمن والاستقرار اليمن والمنطقة. هذا هو ردنا العملي. أما هذا النوع من المحاكات والسجال الإعلامي والأعمال اللامسؤولة، هذه ليست توجهات التحالف. التحالف توجهه هو أمن واستقرار اليمن
وكما ذكرت أخي أنت أنه كلما ازداد اليمن استقرارا وتثبت الدعائم الحكومة الشرعية كلما زادت هذه الأعمال الهستيرية لدى الحوثيين وأعوانهم ومداعمينهم، وبالتالي تصدر مثل هذه الأعمال المسؤولة التي يعاقب عليها القانون الدولي والتي تعتبر الآن انتهاك للقرار 2216. طيب حضرة العميد، ما الرسالة التي وصلتكم من خلال هذه السفينة من إيران؟ وصلتنا رسالة يأس وقلة حيلة اتجاه تغيير الواقع لأعوانهم الميليشيات الحوثية على الأرض. هذه أعمال هي يعلمون من أرسلوا هذه السفينة أنها لم تصل للميليشيات الحوثية. ولعلك تذكر أخي الكريم عملية الطائرة التي حاولت الهبوط بعنوة في مطار صنعاء، وعملية السفينة وما تبعها من دعاية إعلامية بأنها رغبة في إغاثة المواطن اليمني. وأؤكد لك من هذا المنبر أنه منذ ذلك الوقت لم تصل سفينة أو شحنة بسيطة من المواد الإغاثية من قبل الإيرانيين للشعب اليمني. وبالتالي هذه أنا أعتقد أنها رسالة يأس وعجز، ونقول لهم أن مشروعهم في اليمن لن يتحقق. طيب بالمفهوم العسكري، الأسلحة التي صادرتموها هل تشكل أي تهديد على ربما عمليات التحالف؟ طبعا انت لو لاحظت اخي الكريم هي عباره عن عمليات او عفوا معدات عسكريه مخصصه للعمليات القتاليه الارضيه، مضادات للدروع ومضادات للاليات. طبعا هذا الهدف منها هو ادامه العمليات داخل اليمن، الاضرار بتواجد قوات التحالف والقوات الجيش اليمني على الارض. كل هذه الاعمال هدفها إدامة العمليات، إدامة الفوضى داخل اليمن، إعطاء القدرة العسكرية للميليشيات الحوثية باستمرار عملياتها وإدامة عملياتها. طبعا ما في شك أنه هذا لها تأثير، نوعية الأسلحة هذه نوعية أسلحة متطورة وذات تأثير في العمليات القتالية، وهذا هو الهدف الذي تسعى إلى إيران، هو إدامة العمليات وإدامة الفوضى والقتل للمواطن اليمني بصرف النظر عن الجانب الإنساني أو جانب. ولعلكم تذكرون أنه الميليشيات الحوثية إلى اليوم تقصف الأحياء في تعز وتقتل المواطنين بشكل عشوائي، ما كان لها أن تعمل ذلك لو وجود الآلة العسكرية التي جهزتها لها إيران خلال السنوات الماضية. أشكرك حضرة العميد ومستشار وزير الدفاع السعودي العميد أحمد عسيري، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.